صفك يا معين انت. انا عبد عاجز ضعيف وعشمي فيك انت. اول كلام يا صب صفك يا معين انت. انا عبد عاجز ضعيف وعشمي فيك انت. ياللي انت بتقول انا مين انت. يا اللي انت بتقول انا تطلع مين انت. مهما عديت ولا عينيت هتساوي انت صداع يطرحوك فوق الفراش مزلول. حبيت صداع يطرحوك فوق الفراش مزلول. دي طول ما تعرف تقول اسمك ومين انت. حلب وكنزي تلامذنا افتكرونا عجزنا وكبرنا وراحت علينا ونسوا ان بعكزنا ولسه حافظين مراكزنا وخيرنا لسه فينا. ولا هو مصحوف بالوهم اللي انتم فيه ده الكبير من يومه وهو ملويت همه محدش علم عليه. ولا هو مصحوف بالوهم اللي انتم فيه ده الكبير من يومه هو ملويت همه اللي بيحب ربنا يسامحه. Yeah.
كل بيت ابو قاسم مصبح على الدار العيون، كل امام العيون كل بكر فرحان مصبح عليه، كل امام العيون كل اخوان عليه، حاج عبد الستار كل طريقه مصبح عليه، كل بيت الجمال عليه، كل بيت الجمال عليه، ابو قاسم من اللي عمال تعلي فيه، اصل بتيجي شر من احسنت اليه. اين هولد خلص وضعه؟ خلي بالك من اللي عمال تعلي فيه،
اصل تيجي شر من احسن تايلي لو يجيب قرب وملا ما تفكرش انه بيضحك لا طبعا رضي غالب عليك سعر الندلة والكد غلي وسط البني ادمين والدنيا بتدي جوايز الكدابين الكدابين كله بقى بيقل يا عم محدش عليك هيسميك اصل الغلبان يا عم العروسة لما بيقع بتكتر عليه عليه سكاكين خلى عينك وسط راسك يا عم خلى عينك وسط راسك غمض عينك وفتح عينك اصحى نفسك لا تلاقي فتك الضربة جايالك منين من صاحب سكة غش كل عينه بجيبك عالقرش مدفوق لنفسك لا تلاقي فتك والنبي اللي مبسوط ترفع ايده فوق وسقف معانا كده
مش هتورى ولا هرجع. وسط البشر انا مستبيع مش هتورى ولا هرجع. وسط البشر انا مستبيع وضميري انا اللي على الباب. وانا كان عمري ما ضيعت